عظيم. طيب نروح لزميلنا الناقد الرياضي أستاذ مصطفى محمد من الإمارات. يا فندم مشرف ومنور. منور بيك يا أستاذ كريم، وتحياتي ليك ولفريق العمل وبرنامج الجميل بتاعك. سعداء جدا بتواجد حضرتك. قول لنا آخر ما يحدث وآخر كواليس واستعدادات الإمارات والملاعب لاستضافة السوبر المصري. الحقيقه يعني انت كفيت ووفيت ما شاء الله. شايف انا عرض المؤتمر الصحفي والكواليس الفرق الاربعه اللي بتشارك في البطوله الاستثنائيه التاريخيه، وبطوله طبعا بنظامها الجديد اكيد يعني بتحمل شغف كبير جدا لجماهير الكره المصريه وحتى جماهير الامارات وللانديه الاربعه اللي انا شايف المؤتمرات الصحفيه تصريحات ناريه ورغبه كبيره من الاربع فرق في حظ لقب الاستثنائي ده اللي بيقام للمره السابعه في الامارات طبعا، لكن لاول مره بيقام بالنظام يعني زي الدوري الايطالي وزي الدوري الاسباني. الحقيقه ان اهم ما يمكن ان نبرزه يعني في التعاون المصري الاماراتي اللي بتشهد في السنوات الاخيره العلاقات المصريه الاماراتيه يعني في اوجها او في اعلى نقطه منها. نشوف الاستثمارات الاماراتيه اللي موجوده في مصر والعلاقات يعني الطيبه ما بين الحكومتين والقيادتين. اعتقد ان السوبر الاماراتي اللي بينظمه مجلس ابو ظبي الرياضي بيعكس عمق وقوه العلاقات دي، وده مش شيء مش غريب الحقيقه على شعب وحكومه الامارات اللي دايما يعني بتتعامل حتى طبعا مع الاحداث في مصر ومع الفعاليات ومع اي حاجه سواء في الرياضه او غير الرياضه بشيء قدر كبير من الاهتمام. صح. وده اللي حاصل فعلا، انه حتى الشعب الاماراتي هنا متابع للكره المصريه وعاشق للاهلي والزمالك. طيب بمناسبه الشعب الاماراتي، تتوقع حضور جماهيري كبير بكره؟ الحقيقه يعني علشان اكون برضو الطقس له دور والطقس رائع ويشجع اي حد على حضور المباريات. عظيم. لكن وجود انديه شعبيه ونادي زي النادي الاهلي انا اعتقد مبارياته هتكون يعني تجد جمهور غير جمهور النادي الاهلي في المباريات، خاصه استاد محمد بن زايد اللي هو ملعب نادي الجزيره وتحفه معماريه الحقيقه، ويعني تصميمه بفكره الزوايا الرؤيه تجعل اي شخص نفسه يحضر مباراه فيه، فما نستبعدش ان يكون في مباريات او جميع المباريات يكون فيها حضور جماهيري جيد. لكن علشان نكون واقعيين اعتقد جمهور الاهلي هيكون مباراتين الاهلي، او لو لعب مباراه يعني واحده هو كده هيلعب، الاهلي هيلعب مباراتين سواء كسب او خسر هيلعب مباراتين عشان في مباراه للثالث والرابع كمان. وفي الحالتين اعتقد هيكون في جمهور كبير لان تم حجز التذاكر بالفعل يعني عن طريق طبعا انت عارف هنا العمليه التنظيميه يعني بتتسم بقدر كبير جدا من المؤسسيه ودايما استخدام صحيح للمواقع الالكترونيه وكل صح. هنا حتى الجمهور في الدوري العادي بيحجز التذكره دايما من على الموقع الالكتروني، وبالتالي عظيم. اعتقد مباراتين الاهلي او تم شرائهم حتى، واعتقد جمهور الاهلي عنده ثقه كبيره في فريقه انه ممكن يوصل المباراه النهائيه، فممكن يكونوا شاريين المباراه بتاعه بكره اللي هي ضد سراميكا ثم المباراه النهائي. لكن انا شايف تصريحات كمان من بيراميدز جيده بخصوص الجمهور، لانه فعلا هم بيراميدز ممكن يكون له يعني قدر من الشعبيه، وهنا نتيجه لوجود المالك الاستاذ سالم الشمسي يعني مالك النادي ممكن يكون له كمان جمهور وسط الجماهير الاماراتيه. مفهوم. استاذ مصطفى محمد الناقد الرياضي من الامارات، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.